كان مشروع تخرجنا أنا والشباب، الأربع شباب كنا، أنا من ضمنهم، والشاب أحمد الغولة وأمجد مرجان ومعاذ الأستاذ. صنعنا طابعة ثلاثية الأبعاد في غزة، كانت القطعة المتوفرة، يعني استعملنا قطعة من مكنات تصوير، ما جبناش من الخارج، كل شيء كان من داخل غزة. وزي ما احنا شايفين يعني عملت بعض القطع بالبلاستيك، كانت يعني النتيجة يعني منيحة وكويسة. عبارة عن راديشن بطل ميجرمنت، هو بجهاز بيقيس شكل الإشارة بتطلع من الأنتنة. هل هي الإشارة هذه أومني دايركشن موزعة في كل الاتجاهات، أم هي دايركشنال على اتجاه واحد؟ وإذا كان دايركشنال إيش زاوية التركيز للإشارة هذه؟ فهذه مثلا عبارة عن أنتنة راوتر، أنتنة راوتر الإشارة تاعتها موزعة في كل الاتجاهات. صممنا برينجز أنتنة هي عبارة عن أنتنة دايركشنال موجهة على اتجاه واحد. برضه هذه اسمها باتش انتنة، الباتش انتنة هذه الاشاره تاعتها مركز على اتجاه واحد، بفصل انتنة الراوتر بشبك الانتنة هذه، هتوصل معي الانتنة لمسافات ابعد من انتنة الراوتر الاصليه. بنفس الوقت بحط اي انتنة بدي اختبرها واختبر الاشاره، بركبها بوضع الاستقبال، بخلي الانتنة ترسل عليها، بخلي الانتنة هذه تلف زاويه 360 درجه. بنفس الوقت الاشاره تاعتي بخزنها على الكمبيوتر، خلال 5 دقائق عن طريق الماتلاب بحصل على شكل الراديشن باتن للاشاره، بعرف كل خصائص الانتنة، بعرف اذا كانت اومني دايركشنال ام اذا كانت دايركشنال، واذا كانت دايركشنال بعرف ايش زاويه التركيز للانتنة، يعني فعليا كل خصائص الانتنة بعرف عن شكل الراديشن باتن تاع الانتنة. تطبيق دايتي هو تطبيق اندرويد بيساعد البنات في الشرق الاوسط انهم يعيشوا حياه صحيه افضل ويخففوا من وزنهم عن طريق تقديم وجبات صحيه بسعرات حراريه معينه، وعاده هاي الوجبات بتكون من الاشياء الموجوده في البيت اللي سهل الوصول لها وعملها يعني، وكمان تمارين رياضية سهلة ممكن تنعمل في البيت مع السعرات المحروقة مع كل تمرين، كمان لأنه الناس كتير بينسوا أنهم يشربوا المية، ففيها نظام تذكير للمياه تقريبا 8 مرات بذكرهم في المياه لأنه هذا حاجة أساسية في التطبيق، وكمان بيعطوهم إشعارات علشان يساعدهم إجاهم يكملوا للنهاية. احنا مشروع فينيكس لتطبيقات الواقع الافتراضي، بننتج تطبيقات والعاب بتعمل على هاي التقنيه اللي بتساهم بشكل كبير انه تنقل الشخص ذهنيا لبيئه ثانيه وزمن ثاني بجميع الخصائص، بحيث انه زاويه العرض 360 درجه، فهو مجرد ما يرتدي النظاره اللي هي نظاره الواقع الافتراضي بيكون بداخل البيئه اللي احنا مصممينها، ما بيشوفها من خلال شاشه، ما بيشوف شيء 3D بارز من الشاشه، لا هو بيكون داخل العمل كله. احنا فريق ابداع، فريق عربي مكون من 30 بنت من الوطن العربي، كونت الفريق من 3 سنوات، الفريق مختص برسم الانمي الياباني ولكن بستايل عربي، بننقل الحضاره العربيه والثقافه العربيه والقصه العربيه بشكل فيلم كرتون. احنا حاليا بصدد نعمل فيلم مدته ساعه ونص اسمه زرقاء اليمامه، طبعا هذا الفيلم بحكي عن قصه قديمه من مورث العرب القديم، بينا عمل من عملنا مده 30 ثانيه لدقيقه ونص. الفيديوهات هذه عبارة عن تحريك فريم فريم ورسوماتنا الخاصة بإبداعنا الخاص.